Bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. كيف كن يا شباب؟ الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله على سلامتك، صرتي أحسن؟ إيه أحسن، الله يسلمك. وعمر تحسن، وهلأ أمه عنده. مرقت لعندكن لشوف إذا لازمكن شي. مو لازمنا شي، ماما معنا كلك زو. دفنة، يلي مرقتي فيه أنت وعمر مو سهل منهم، بس ألف الحمد لله إنه قدرتوا تطلعوا من هالمحنة. الحمد لله، بس يا ريت لو بيرتاح بالنا كمان، لأنه عدنان لسه ما انمسك. لا اطمني، رح يمسكوا. المهم ديري بالك على صحتك وما في داعي للخوف، نحن رح نضل هون لحتى ينمسك. شكرا كتير. طيب أنا بدي روح، رقم موبايلي مع أمكن، إذا لازمكن أي شيء اتصلوا فيني. الصبح بشوفكم، عليك العافية. عمو خليل شكرا. هذا واجبي يا عمو، ورح تمرق على خير صدقني. أهلين كرم. أهلين جدي. صاير شي معكم؟ دفنة منيحة؟ ايه تحسنت جدو، ورح يخرجوها بكرة. ألف الحمد لله. اتصلت فيك مشان خبرك، حكيت مع ماما، رح نروح بعد المحكمة. يعني أمك وافقت؟ وافقت. ايه هيك لكان. طيب خلينا نشوف بعض ونحكي، تعال عندي بكرة. طيب ايه بشوفك بكرة. سعيد علي، خير؟ لوين رايح بهالليل؟ بدي شم شوية هوا. ليش عم تخبي؟ احكي شو صاير؟ اكيد مو طالع بهالبرد مشان تشم شوية هوا. طبعا لا، قال ولاد اخوكي ما بقى تعجبهم القعدة معنا، رح يتركونا. مين؟ مدحت؟ ما هيك شفتوا اخذ شنتايته ورايح، بس ما فكرت. ليش مدحت راح؟ هذا كبر راسه كتير وما عم يرد علينا. يطول بالك ولا تعصب، لانه لسه ما منعرف لوين راح. هلأ فهمني، عن مين كان قصدك؟ ملك قال حتاخد ولادها وتروح. شو هالحكي هاد؟ لسه بنتا ما طلعت من المشفى، لوين بدها تروح؟ شو بيعرفني؟ شكل الخانم مو معتبريتها من العيلة لتخبرنا أو تاخد رأينا. ملك أهلي. ليش الشرطة؟ هيك أمان أكتر، لأنه لسه عدنان ما انمسك. والله ما حدا رح يرتاح لحتى ينمسك هالواطي. ليش قاعدة هون لحالك مالك بالغرفة؟ ما بعرف، اجيت لهون وقعدت. الأولاد جوا؟ ايه بالغرفة. لك يومين مو نايم منيح، ليش ما رحت ارتحت بالبيت؟ يعني إذا الواحد باله مشغول كيف بده يرتاح؟ طلعت من البيت وما بقى راجع لعنده، خليهم يعرفوا إنه غلطوا. شو صار؟ خلص اللي فيك مكفيكي، ما بدي وجع لك راسك بمشاكلي. مو مشكلة، احكيلي. مو خالي خديجة كان عنده بيت للأجار؟ قلت لسيران وأخدته. ايه بس كتبت عقد الأجار باسمي مشان جوزها لسيران ما يلاقيه. تمام، بابا عارف بالموضوع. اوه
والله وكيلك فتح علي جبهة هو وعمتي ولحقني لعند بيته وصار يصرخ. طبعا سيران سمعت كل شي حكاه. شو هالحكي؟ والله تصرفه مو مقبول وخاصة قدامه. هذا طبعا ما بيتغير. حبيبي لا تقهر حالك. شوف هلأ هن أكيد ما بيكون قصدهم يزعلوك، فكرين حالهم عم يشتغلوا لمصلحتك. مشان الله معقول يعملوا هيك شي؟ لا بدهم يسمعونا ولا حتى فيك تناقشيهم. خلص من بعد هذا الموقف ما عاد احكي معهم، بلكي بيحسوا على غلطهم. طيب خليك ببيتي، طنشهم هاليومين احسن لك. للصراحة كنت جاية مشان هيك، هاتي بفتح. روح ونام منيح، لا تشغل بالك، ارتاح. لازمك شي اختي؟ يا عيب الشوم يا سعيد علي، كل هالقدر والقيمة اللي إلك بين الناس وبعد هالعمر صفيت لحالك؟ لك خلقت وكبرت بغازي عنتاب وبين أهلك وناسك وما قدرت تكسب ولا صديق واحد؟ ما ضل ولا مصيبة إلا وقعت فوق راسي، لحد ما الهموم عشعشت بقلبي وسودت عيشتي، وكل مشكلة بتصير بحطوها برقبتي وبصير الذنب ذنبي. عاشت عمري وأنا محافظ على بيتي ومكانتي، فنيت حالي وأنا عم ربي ولادي ودير بالي عليهم، ولما كبروا ما عاد سألوا فيني ولا حدا منهم راضيان يعيش معي، كل واحد فيهم عم يشتغل اللي براسه. يا رب ساعدني، أنا تعبت كتير وما بقى قادر شيل هالحمل على كتافي. لك شو قصتك يا جمري؟ ليش ما بتحاول تخفف عصبية وتمسك لسانك؟ ليش ما بتقعد بتحكي مع ابنك وحفيدك وتتفهم وجهة نظره؟ الكل راقد ورا حياته وحبه ومو سائلين عنك ولا عن رضاك، حتى انه نسيوا البيت وجمعة العيلة. فضل البيت علينا وما عاد في روح. لك كل حياتك صارت بلا طعم. Oh.
شو بدي دفنا؟ مو قصدي خوفك حبيبتي. ولا يهمك، يمكن نقصتك. بدي فوت شوف عمر. طبعا إذا فيني. أكيد، تعي نروح نسأل الممرضة لنشوف إذا بتسمح لك. إيه، بدي أعتذر منك خالة. ليش يعني؟ لأنه هاي المشاكل وكل اللي صار بعمر كان بسببي. بس الحق مو عليك يا حبيبتي، والواحد ما في يمنع قدر رب العالمين. بعدين أنا اللي بدي أعتذر منكم لأني وقفت ضد حبكم وجرحتك من دون ما انتبه. بس أنت عارضتي مشان مصلحتنا، أما هلأ عرفتي قديش بحبه لعمر. الله لا يفرقكم عن بعض. من اليوم ورايح خليكم مبسوطين ومرتاحين، ما بدي شي تاني غير هيك. لا تضلي واقفة على رجليك، لساتك ما طبتي وبيجامتك كتير رياء. هلأ بتاخدي برد وتمرضي لا سمح الله. ايه، وماما على طول بتقلي هيك، البسي منيح وما تبردي. شكرا كتير. هاي الأم كلنا هيك. يلا تعي معي. ليش عم تبكي؟ صاير شي؟ عمر، نحن حنروح من هون. لوين؟ حنروح على قضانا بس تخلص المحكمة. ماما وكرم تعبوا كتير هون، الحق معه. تعرف انه الكل مو طايقيننا وعم يزعجونا. اسمعي دفنا، اوعك ما تقليلي بدي نترك، وانك اجيتي لعندي هلا لتقولي هيك. لا لا، اكيد ما بدي نترك بعض، ومو هيك قصدي اقول. بس يعني شلون بدي اشوفك وكل واحد بمكان؟ نحن ما فينا نضل هون، كمان ما فيني إلا تعمل من غير شي كل كرهاني. وبعدين ما منعرف بيت جدك شو رح يعمل. طيب إمتى ناويين تنتقلوا؟ على الأغلب بعد ما تخلص المحكمة رح ننتقل فورا. اسمعيني، تعي لهون، امسكي ايدي. ما بتهمني المسافات اللي بيناتنا، فهمتي؟ بس طيب وقوم على اجري، منقعد ومنلاقي حل مع بعض. ماشي؟ في حل معك؟ يعني ما بدك تتخلى عني؟ فكرتيني أهبل لحتى أتخلى عنك. لك الموت ما وقف طريقنا، ما
معقول كم متر يبعدونا؟ هاي هي غرفته. قالوا رقمها 15 ما هيك؟ صباح الخير. صباح النور، الحمد لله انه صار احسن وطالعوا على الغرفة. تسلمي ملك، شو الظاهر طالعين؟ الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك وشكرا كثير. انتبهوا على حالكم. أكيد بدك تفوتي تشوفي عمر. يلا فوتي. كيف صار طمنيني؟ تجاوز مرحلة الخطر. إن شاء الله بيخرجوه كمان. إيه كم يوم وبيخرجوه. خليل. ملك طالعين مو هيك؟ بدنا نروح عقبال عمر كمان. ان شاء الله ان شاء الله رح يوصلوكم بسيارة الشرطة. عن جد شكرا، عزبناك. وكمان في دورية قدام البيت. خليل اخذ كل احتياطاته الامنية طبعا لحتى ينمسك هالواد. هلأ لما تطلع دفنة من عند عمر بدي وصل الولاد على البيت، بعدين رح روح على الورشة. بدي اقعد معك وحاكيك بموضوع. خير في شي مشكلة؟ ولا شي. لا بشوفك. عدنان لسه ما انمسك وانا والله خايفة كتير. لا تخافي، واصلا ما بقى يسترجي يعمل شي، طمن فترة صغيرة وبنمسك. معصبة من بابا ومو طايقته ابدا. كيف اجى من قلبه يورطني مع هيك ناس؟ وخايفة ما تعطينا المحكمة سعيد علي وهيك ما بقى نشوفه. دفنا مو كل العمر حيبعد عنكم، اكيد وقتها منلاقي ميت حل. المهم نبقى سوا لانه مع بعض منقدر نحل كل المشاكل. ماشي. الحمد لله انك جنبي عمر. لما تقول هذا الحكي والله بنسى كل همومي. ايه وشو كمان؟ وبقول لحالي لو مانك معي كانت حياتي مو حلوة. وانا كمان كتير مبسوط معك. رح اطلع من المشفى عن قريب ورح ضل معك على طول. ماشي. ايه ولبين ما تطلع رح يجي زورك كل يوم. بدي خليك تمل مني. ايه منشوف. وعديني. وعد. دفنا خلصينا بقى، يلا بدنا نروح. بشوفك. بشوفك. انتبه على حالك منيح. وانتي. سلامتك يا دكتور. الله يسلمك. شكرا كثير لانك انقذت دفنا. تسلم ولا يهمك. رح تخلي عيونك عليها؟ ايه طبعا. ابطاي. ماما انا مليت كثير بالبيت وبدي ارجع على مدرستي. اشتقت لألعب مع سعيد علي وكل رفقاتي، واشتقت لأنستي كمان. ايه رح ترجعي بس يعني بعد كم يوم. هلأ مدرستك معطلة بس تفتح أنستك رح تخبرني. يلا كلي هيا روحي. أهلين مدحت. كيفك سيران؟ أنا قدام الباب، فيني اطلع لفوق ونحكي مع بعضنا؟ اطلع. ماشي. Thank you.
تفضل فوق. ماما مين اللي اجى لعنا؟ هذا انت عفو مدحت؟ ليش ما جبت معك سعيد علي؟ بس اجي المرة الجاي بجيبه معي وبتلعبوا سوا، اتفقنا؟ معلش بوسك؟ ايه قربي لك وانتي بوسيني. اركضي لجوا. على مهلك يا روحي انت. لحظة، تمام، تعي يا قلبي. ما بعرف شلون بدي اتشكركن، عذبناكم. هذا واجبنا، نحن رح نضل قريبين منكم، بس يصير شي دقيلنا. شكرا كتير إلكن، يعطيك العافية. ليك نرجع؟ لا تخافي، ما بقى يجي لهون. نلون مع بعض هدول الرسمات؟ ايه طبعا حبيبتي، تعي عديلنا نلون. يا قلبي روحي على غرفتك وبلشي فيهم، وبعد شوي بيجي عمو مدحت. ماشي؟ طيب ماما. جاي ها؟ بنتك مالا مزعوجة مني؟ الظاهر سامحتني. ايه قلت لك كم يوم وبتسامحك. بس انت اليوم مالك على بعضك، طلعي فيني. حطيتي بنتك حجة ما هيك؟ شو المشكلة شغلتي بالي؟ اجت الست خديجة. ايه يعني سألت كم سؤال، اذا رح اضل ساكنة هون لوحدي، وليش انت اللي استأجرته للبيت. وهي المرة شو دخلها؟ هي صاحبة البيت. طيب بس بتوقع نحن ما عم نعمل شي غلط. المهم انتي وبنتك قعدتوا بالبيت، وهلأ لما يصير الوقت المناسب الكل رح يعرف القصة وبتصير علاقتنا رسمية. مدحت، هيك كل الناس مستحيل يقدروا ظروف بعضهم. لا تعطيهم مجال يحكوا. الناس إلهم الظاهر وعلى هالأساس بيحكوا. على فكرة المخلوقة معها. معها؟ ليش مستغرب مدحت؟ هي ما بتعرف المشكلة اللي صايرة معنا. إذا ما بتعرف تسكت. مدحت، المرأة شو بتعرف؟ انه اهلك ما بدهم ياني، مو هيك؟ وهذا اللي خلاها تسأل. بعدين انا صار لي سنين طويلة عايشة براسي، وربيت جونجة لوحدي، وبحياته ما حدا حكى علي كلمة مو منيحة. حطيتني بموقف بشع. طيب طالما هيك، بما انه الكل عيونهم علينا وبعرف انهم ما رح يسكتوا، منتزوج. هذا الحل لحتى الناس تسكر تمها. نتزوج؟ ايه منتزوج فورا لحتى الناس ما تحكي. انت بتعرف حالك شو حكيت؟ ايه انه بدك نتزوج لتحل عنا الناس ونرضي الخالة خديجة ونسكتها، مو هيك؟ ايه وين الغلط؟ ها، لأنك شب وما بتنعب، بس أنا مطلقة والعيب فيني، مشان هيك بدك تستر علي وأنا لازم أكون مبسوطة بالزواج. وكأنه قصة زواجنا بتشبه اللي بينظف عملته الوسخة. سيران، شو صار لك وليش وصل الموضوع لهون؟ أصلا ما خطرت لي هي الفكرة أبدا. لك مو قلتي إنك مالك مرتاحة ومزعوجة من حكي الناس؟ بظن إنه زواجنا هو الحل. ليش ما عم تستوعبني؟ شبك؟ لك مو فهمان وين الغلط باللي حكيته. بس مو انت اللي قلتي لي هلا بعطمة لساني انه الناس قالون الظاهر وما بيقدروا ظروفنا، ما هيك؟ مدحت، طيب معلش تسمعني، انا ما حكيت لك لقلك تعال تجوزني مشان العالم تسكت، ولا مستنية هيك شي؟ مو هذا قصدي.
ما خبرتك مشان تخلصني من هالقصة بأي طريقة، بالعكس أنا بس كان بدي تعرف شو صار، وما في حدا غيرك بيفهمني. المشاكل عم توقع فوق راسي، يعني تركت الصيدلية، جبرت اختفي وغير بيتي، وكل الوقت خايفة. بعرف هالشي. بما انك تعرف، معناها اعطيني فرصة شوية وقت بس لحتى ظبط وضعي واخلص من مشاكلي، وبعدين منكمل سوا. هذا اللي بدك اياه؟ ايه، كمان بهالفترة ما بكون تقيلة عليك، وما رح تحس حالك حامل مسؤولية كل الوقت. شكرا كتير، فضلتي علي. تعرفي اني انا تخانقت مع ابي وتخانقت مع عمتي وتركت لهم البيت وفتحت جبهة علي، وانتي مو شافة شي من هاد؟ طيب ليكني رايح وما بقى تشوفي وشي، وخدي راحتك وزبطي وضعك. ايه بس اذا احتجتي شي دغري اتصلي فيني مشان ابعت لك الاغراض مع شخص تاني، وما بتنزعجي من جيتي لهون، وهيك منحل الموضوع لحتى الخالة خديجة تروق وتنبسط. خدي وقتك، شوفي ورانا. ايه يا سلام، فكرة بتجنن. عملي اللي برايحك، خليكي هيك سيرة، ولما تخلصي حاكيني. بعرف الطريق، خليكي، ما في داعي تجي. يلا تسطح يا روحي على مهلك. ها، الصالون اشرح من الغرف، اذا نمتي جوا رح تملي لحالك، بس ما بديكي تتحركي من محلك. ماشي. ليكي اذا ما كنتي حاسه حالك منيحه مالك مضطره تجي معنا على جلسه المحكمه. كرم ابني انتبه على اختك منيح، واذا لقيتها تعبانه بتحاكيني وفورا بجي. ايه خلاص يا ماما، لا تاكلي همنا، بعدين انا رح اضل قاعد فوق راسها، لا تتحركي. اي ماما لا تقلقي، ما رح اتحرك بنوم. ايه دفنا، لو سمحتي اصحيك تقومي، لساتك مريضه. انا بدي فوت بدل ثيابي واطلع على بيت اهلي لشوف عمتي واحكي معها، بما انه ابي مو بالبيت، ومن هنيك بوشي على الورشه. طيب قعدي ارتاحي حبيبي. انا منيحه، لا تشغل بالك، المهم انتم تنتبهوا على حالكم. لو قلتي لخالي مدحت كان وصلك بطريقه وهو رايح، مو احسن؟ يا روحي خالك له كم يوم عم يركض فينا، خليه يرتاح شوي. هلا بدبر حالي بشي تاكسي، المهم انتم ديروا بالكم على حالكم، واذا احتجتوا شي فورا حاكوني. ماشي. يلا حبيبي، ما بدي اوصيك على اختك، خليكي مرتاحه، واذا فيكي نامي. صحيح كرم، لا تفتح الباب لحدا، اذا اخوالكم بدهم يشقوا على دفنا بيتصلوا قبل ما يجوا. ايه حاضر ماما، والله خلص فهمت عليكي، تعبتي وانتي عم توصينا. كرم تعال زبط لي المخدة. خلص منيح هيك لك، اليوم حضرتك مضطر تخدمني. والله طشت، تحرك، بدي كمان فواكه أو عصير. يلا جيبلي. أجيبي لحالي. والله عن جد كرم. طيب. أوف خلصنا بقى يكون نزل سكري شوي، لهيك مشتهية كيك بالشوكولا، وبدي صحن فواكه. بدي اياه مرتب ومشكك. شو عندك اليوم؟ بدك تضل بالمحل؟ انا رح اروح على المشفى، شق على دفنة، وبعدين بدي حاكي كرم حتى يروح على النادي، وإلا بيتدمر مستقبله. عن جد هي؟ والله غريبة، الظاهر بعد ما رفقت كنانة تعلمت منه كيف تصير أب. إيه هيك شي، تنورت. مو القاضي رح يعطيني سعيد علي لفرجيهم كيف يكون الأب؟ يا ريتك تفرجينا إخلاصك لمرتك، بس ما بعرف شو بدي أقولك. بدي روح. الله معك يا جوزي.
يا فوندا يا روحي لا تمد ايدك على مصاري النادي لو سمحتي. يعني ليش إلي بالعادة مد إيدي على شي مو لإلي؟ إذا عاندوا ما رضي رح نضطر نرجع كل هالمبلغ. لكان قلتلي تنورت ورح تصير أب مثالي. هلا أنا ما رح ألمسون، بس برأيي لا تعذب حالك لأنه كرم مستحيل يقبل. بعمل اللي علي. حبيبي شوف كنان وأحكي معه، خلي هو يروح يدفع مصاري النادي بدل العملة اللي عمله ابن الأهبل مع دفنه. لك ذكية وحاربوها. لا تعرف ما شفت شي. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. يا روحي منيح انت اكلت يا بطل ونمت بغيابي. ان شاء الله ما تكون عذبت خالته قدرية وتيتا، لو تعرف قديش تقتلك ونطف قلبي عشوفتك. اهلا وسهلا نورتينا. اهلا وسهلا محمود، كيفك؟ دفنة كيفها؟ نشكر الله الحمد لله عمتي صارت احسن، خرجوها وهلأ بالبيت وكرم معها. تعرفي اليوم بعد الظهر عنا جلسة مشان الدعوة. ماما أنا وجدة رايحين على المحل مشان نعمل كباب. والله هيك برافو. ايه أصلا أنت فيك تروح مع جدك وين ما بدك وإمتى ما بدك يا شاطر. يلا أبي نمشي. أعطي الطاقية. أنا بلبسه يا ايه مشان ما يبرد. تقعدي وارتاحي لنشرب كاسة شاي مع بعض. ملك ريحان يلا جيبي لنا شاي. كأني فتت وما سلمت عليكي. لا سلامتها يا روحي. الله يسلمك مرت أخي، مو معقول هالفترة قديش كانت صعبة علينا. كمان بدي أتشكرك من كل قلبي، عن جد ما بعرف كيف بدي ردلك هالجميل. بكفي إنك استحملتي سعيد علي هالفترة بس ما يكون عذبك. لا والله أبدا، اسم الله عليه قديش مؤدب وذكي كمان. ما بتتخيلي قديه تسلينا ولعبنا كتير بالألعاب وحكيت له قصص وأكلنا مع بعض. بعدين عملت بروفا لحتى أعرف شلون بدي أتعامل مع الأولاد. معقول؟ ها؟ عن جد قدرية؟ ايه أنا حامل. يا قلبي ألف الحمد لله، شو هالخبرية الحلوة اللي بترد الروح. والله انبسطت من نص قلبي. شكرا. شكرا لك. تقومي بالسلامة حبيبتي وتجيبي لنا أحلى بيبي بالدنيا كلها. آمين ويخلي لك أولادك. إيه إن شاء الله ما بيصير شي لأولاك. لا بعيد الشر يا روحي، إن شاء الله ما بيصير غير كل خير. أنتي كمان من اليوم ورايح انتبهي على حالك. خلص قدرية صارت كبيرة وما بقى تنط مثل الجرادة من مكان لمكان، ورح تطلع قدامها لحتى تمشي شوي شوي. الله يسامحك، شو هالحكي هاد؟ يعني معقولة تشبهي كنتك بالجرادة؟ طول النهار عم تنططي. صراحة في شي لازم قلكن يا، بدنا نترك عنتاب أنا والولاد. عن جد ملك؟ لوين رايحين؟ مو بعيد كتير على أضنه، يعني منضل قراب منكن، وبنفس الوقت هنيك بعرف كتير ناس من ألمانيا بيساعدونا وبيلاقولنا شي شغلة، يمكن هنيك يرتاحوا الولاد أكتر. الله ييسر لكم. قومي شوفي ليش ما جابوا الشاي،
شو قصتهم؟ هلأ بيجهزوا بيجيبوه فورا. قدرية؟ ايه فهمت. بالإذن منك ملك قايمة شوف شو صار بالشهر. كنت بقلها خليكي بس شوفي شو عم يصير حواليكي. كيف حد دبروا حالكم؟ وين رح تقعدي انت والولاد؟ عمتي الله كبير وما بيقطع حدا بنوم. صدقيني فترة قصيرة وبتلاقي أمورنا زبطت. بعمل اللي بيطلع بإيدي لا تخافي علينا. ما بدك تصالحي أبوكي؟ المشكلة يا عمتي إنه أبي مو رضيان حتى يسمعني، وطبعا هذا حقه. يلي عملته مو قليل، ما بلومه ولا حتى بزعل منه. الظاهر يلي انكسر ما بقى يتصلح، حتى الحكي صار مثل قلته. ما حسن ينسى يلي صار ولا انت قدرتي. سامحيني ملك، ما طلع بايدي وقف جنبك. شو بدي قلك يا قلبي؟ مستحيل. كل حدا فينا معتبر حاله هو الصح وانه الحق معه. بتصدقي اني مليت على قد ما حكينا بهالموضوع؟ لما اجيت لهون كان عندي امل كبير. حملت اغراضي واولادي وقلت برجع على بلدي وبيتي ولحضن اهلي. ما كنت متوقعة انه ابي مسحني من حياته وانه قلبه قسي علي كل هالقد. خلاص ما بقى استنى من حدا يستوعبني ولا بدي برر شي. كل اللي صار فيني وبولادي وما قدرنا نهدم الحاجز اللي بيناتنا. واذا بدك قعدي مع ابي وخبري لانه مني ما رح يسمع ابدا. والله مو عاين علي يا عمتي، بس صدقيني تعبت من عصبيته. شو اعمل؟ قضينا وقت كتير حلو، الكل كان عم يطبخ وينفخ بالمطبخ وريحة الأكل بتشق القلب. وعملنا قالب كيك كتير كبير لأختي، بس طبعا المطبخ كان كتير مكركب. كمان حبة نط واحد فيهن وقال أنا جوعان. الحمد لله أنه ندق الباب لتسكر شوي. شوف مي. ايه أمري. مرحبا. اهلا وسهلا. جبت لكم شويه اكل. شكرا، يسلموا ايديك. دفنا اهلا وسهلا فيكي. الف الحمد لله على سلامتك. تسلمي لي يا رب. شكرا كثير. جبت لكم معي اكل. عذبتي حالك والله، ما في داعي. اذا جوعانه بجيب لك شي تاكلي. لا والله مالي جوعانه. ولا انا. طيب معناتها انا رايحه، بس إذا لزمكن شي تصدوا فيني، بترك شغلي وبيجي لعندكن. ماشي؟ طيب. شكرا كتير. تسلمي. طيب تسلمي. مع قلبك شر دفنا. قاعد خالك هون؟ مين؟ خالك. ايه هو هون هلا؟ لا والله طلع. ايه الله يحميه. يلا بالإذن منكم. كرام ليكني عم قلك هي اوسكي ميتة على خالها. ايه حبابي. البنت المتيمة بالحب. انت شو جابك لهون؟ كيف صرت؟ كيف بطلوا دفنا من المشفى بدون ما تعطوني خبر؟ رحت لشق عليها قال خرجوها. ليش لحتى نعطيك خبر؟ انت ما بتستاهل تشوف وشنا. لا كيف يعني ما بستاهل؟ لك انا اجيت لهون مشان نحكي ونتفاهم. ماشي؟ ما بدي نتخانق. امك بالبيت. شو بدنا نحكي؟ ولا جاية تضحك علينا بكلمتين؟
شوف أنا ماني عدوكم، فهمت؟ وخلينا نحكي على رواق. إيه مو غلط نحكي، بس أنا تركت هذا الحكي لوقت المحكمة. يلا تفضل فوت لجوا. نورت شلحنا رجل. لا تحكي معي. بس في شيء ضروري لازم الكونيا. يعني بتسمحي لي اقعد؟ يا ستي مو هي اوسكا اخذت الاكل لاولاد ملك؟ طلع مدحت قاعد عنده هنيك. الاولاد هن اللي خبروها. الظاهر ما هان عليه يترك ملك والولاد لحالهم وهن بهالحالة. ايه مدحت قلبه على الكل، طبيعي يوقف مع اخته. ايه وقولي لأوسكا لبقى تاكل هم مدحت. ماشي ريحان؟ طيب ستي، بس انا كنت حابة استشيرك بشغلة بتخص هذا الموضوع اذا بتسمحي لي. عدي هون لشوف. بدي قلك هذا زينال. شو بتعرفي عنه؟ مين زينال؟ يلي بيشتغل بالسوق، هذا بيع البهارات. ليش هالسؤال؟ الشاب بده أوسكا، وعم قول لحالي إذا سيدي بيشوفوا حدا مناسب وخلوق يعني يطلب البنت. روقي لأهلي، خلص أنا بحكي مع سعيد علي وبتسنبضه وبرجع بخبرك. عم نعذبك معنا، شكرا كتير. إذا بتسمحي لي بدي أقوم. لك بنتي أنا فكرتك رضيانة بعدنان، توقعتك مبسوطة. رحتوا على اسطنبول مع بعض، كنتوا تطلعوا مشاوير وتاكلوا سوا. قولي لي كم هدية جاب لك؟ يعني ما عم شيب هالحكي من عندي. لهيك لما قال لي كنان رح نطلب البنت قلت أكيد دفنا وعدنان حاكين بالموضوع متفقين. حتى أني أصريت على كنان لا أحكي معك بالأول، بس والله ضحك علي لأنه أكد لي إنكم مقررين ترتبطوا وأنا على هالأساس قلت ماشي. شو هالحكي الفاضي؟ ما سألتوني شو رأيي؟ بعدين أنا اللي بدي روح مع عدنان على اسطنبول؟ يعني مو أنت خليته يلحقني؟ شوف لا تضحك علينا، نحن منعرف كل يلي صار. ولا قبل المحكمة صرت تحبنا مو هيك؟ كرم أنا مالي عدوكم ولا إلي مصلحة معكم، فهمت؟ بس أنا كم مرة حاولت أوثق فيك؟ طيب كم مرة خذلتني؟ وفوندا مو أنظم منك. لك هن هيك متفقين. لا تقول هيك. لكن شو بقول؟ مو هاي حقيقتك أنت وفوندا؟ لك أنت كل مرة تاخد قرارات عني وعن دفنا وبدون ما تخبرنا بالموضوع، وبكل مرة كنت انكشف. بس بالأخير والله زودت كتير. شوف الحالة اللي نحن فيها. عمر رجع من الموت مثل ما أنا كنت رح موت. كان في أمل يتقبلونا بيناتهم، بس بعد اللي صار بسببه حقهم يرفضونا. ليش مفكرة بيتركوكن على كيفكم؟ ها؟ لك كل هالسنين وهن عم يرفضوني، أكيد رح يعملوا نفس الشي فيكم. إذا جدك رفض بنته
لك طولها سنين ما حدا فيهم سأل عن أمكم. بيجي يوم وبتصدوني وبتقولوا بابا كان معها. لا تذكر اسم أمي على لسانك. أصلاً يلي عمله جدي فيك قليل، تستاهل أكتر من يلي سوا. شدك. آخ أنتوا ما كنتوا فهماني شي ولا عم تسمعوا مني. المهم، لك أنتوا إذا كنتوا بتحبوني أو ما بتحبوني، بتعرفوا عندكم أب. أنا ما كان عندي، تعلمت كلمة بابا لما سمعتها منكم، يعني مثل لما تجوا تحكوا عن الألوان لواحد ما بيشوف شيء أحمى، أكيد ما رح يفهم عليكم. هيك اللي بيخلق يتيم. على طول كنت تقولي إنك تكرهني لأني سرقت لك أحلامك، بس بدي تلعب بأحسن نادي لتربح مصاري أكتر. ما كان بدي حدا يهينك. ما بعرف ليش انقلبت القصة فوق راسي. كان بدي تكوني عيلة ناجحة بالمستقبل، لأنه للأسف أنا وأمك عشنا زواج فاشل وما حدا كان رضيان يعترف فيه. لك حاولنا كتير وخططنا بس ما قدرنا نعمل عيلة مثل كل هالناس المتزوجة. لا أنتوا عشتوا مرتاحين ولا هي كانت مرتاحة. هالحكي ما بقى يفيد، طلعت ما فيني أسعدكم. بس ما بدي إياكم تكرهوني، ولهيك أنا هون وعم برر. فوندا نعمل عيلة مع بعض، وشو ما صار لا تنسوا انه عندكم اب. لما تحتاجوا اي شيء دغري رح تلاقوني جنبكم. حالي بصبر فترة قصيرة وبتبرد القصة والناس بترجع بتنشغل بحالة وبقدر عيش أنا وولادي برواق، بس يبدو أنه ما بقى فيني أجبرهم يتقبلوني. بالعكس كل يوم عم يزيد حقدهم وعصبيتهم وكرهن إلي ولولادي. مو مضطرة أتحمل أكتر من هيك وضيع مستقبل كرم ودفنة. لوين بدك توصلي؟ بدي روح منهم، بحمل حالي وباخد ولادي وبأسس حياة جديدة. مالي مستعدة ضل بهيك وضع وكل يوم في مشكلة بتهد الحيل. يعني كيف؟ بقصد من وين طلعت بهالقرار المفاجئ؟ أصلا أنت شغلك وحياتك هون، ولا تنسي صحتك وعلاجك. ملك، الورشة صارت إلنا وهلأ الطابو بإيدنا. لما صار الشغل لفوق راسنا بدك تتركينا؟ والله ما عم يمشي الحال.
ما في حل. صدقني تعبت كتير وأنا عايشة بهالتوتر وحاسة قلبي رح يوقف شي يوم من كتر الخوف. ليك دفنا ما عم تقدر تطلع من البيت من خوفها وعدنان لهلأ لسه ما انمسك. وهذا التاني كرم ما عم بقدر وقف بوشه وعصبيته على أبوه، كل يوم عم تكبر أكتر وأكتر، والله خايفة يجي شي يوم ويأذي حاله. تعرف إنه بيعتبروني وش النحس على الكل؟ كل اللي بدي إياه نقعد أنا وولادي بلا مشاكل وبس. طيب إذا رحتي لهونيك بترتاحي؟ شو ما كانت أريح من هون صدقني. هون مو بس مالي مرتاحة ومطمنة، كمان مو قدراني آخذ نفس أنا وولادي. بعدين علاجي رح يكون بقضنا، وهيك بتصير المسافة أقرب وبستأجر بيت ومنعد فيه ومندبر أمورنا. بلكي بلاقي لي شي شغلة منيحة. طيب اسمعيني، إذا كان هالشي أحسن لك، شو رأيكم مثلا منفتح ورشة بقضنا؟ كيف؟ شو؟ يعني بتبيعي قسمة من البضاعة اللي عم نشتغلها بالورشة وبتشتغلي بنفس مصلحتك ومنه بتأمني مصروفك. إيه؟ لحظة، ليك هالشغلة بتنفع الورشة؟ عن جد؟ ملك أنت كمان فيكي تفتحي دورة هنيك وتعلمي. يعني معك ممكن يصير عندك طلاب ونحن منروح كل فترة. وبيمشي الحال هيك؟ يعني بدكن تصيروا تروحوا لهنيك تساعدوني؟ ايه اصلا نحن مو هيك كنا بدنا نساوي؟ اه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحكي بلش بالهموم والزعم، بس مع بعض عملنا مشروع جديد ما شاء الله. بصراحة لازم يكون بكل مكان شي من أثر المرحوم الخال حافظ.